الشره يدخل في جميع متع الحياة، الشره كثرة الأكل، الشره في كثرة الجمع للحطام، الشره في استعمال سائر الملذات، وحب الرياسة حب الشرف، وما أشد قتل الشره وحب الرياسة لدين الإنسان. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لدين المرء من حب الشرف والمال. حب الرئاسة حب الشرف، يعني يريد أن يستمر في منصبه، وحينئذ يتنازل عن كثير مما يطلبه منه دينه. لماذا؟ لئلا يقال أنه شديد، أنه كذا وكذا، لئلا ينفر منه الناس، فيريد أن يبقى في هذا المنصب على حساب إيش؟ على حساب الدين.